بسم الله. احنا اليوم ما شاء الله الجمعة، ما فقط من 22 و 23، 23 من شهر شعبان 1444 هجري، زيارة الشيخ عبد الله الذواد ما شاء الله تبارك الله في منزله العامر ومكتبته. يا شيخ عبد الله، الآن هذه مكتبة كم عمرها ما شاء الله؟ الكتب، الكتب كم؟ فوق 60 سنة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا الآن قسمه شو؟ نعم. ايه هذا مكسور، هذا الصحف السعودية. هذا كبرتها طبعا، انت مكبرها مكبرها صح ولا هي كذا؟ هذه الصحف، صحف. ايه صحف الجرايد. صحف. نعم. ايه هذه الصحف وقت الملك سعود. ايه نعم، فضل. ايه الكتاب هذا عاد. نعم. هذه الصحف، ايه هذه كويتية ذي. نعم، صحف شرق الأوسط. ايه الشرق الأوسط كذا الندوة. ايه لحقت على هذه المسلمون. ايه ايه هذه العربي من أول عدد إلى آخر عدد. هذه قصتها، هذه مجلة العربي. مجلة العربي كان اسمها وشو دكتور؟ كان اسمها الخليج العربي. بس شوف إيران حدد الكويت إن شاء الله منها خليج. هذا كتب الإسلامية. هاي مخطوطات. إيه مخطوطات. الكتاب هذا الصواعق المرسلة. نعم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذه كلها مخطوطات. مخطوطات.